قصة إمام أنت طرحت فيها حتة الجماهير، هل هي بنفس المنطق تتكلم عن استدعاء فتوح وصبحي للمنتخب بعد أزمتهم مع الزمالك؟ بص يا سيدي، صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. خلينا نقول الأول فيتوريا بيفكر إزاي وأنت بتفكر إزاي. مين أنت؟ ما أنا جاي لك أهو. اتقل عليا اتقل عليا. فيتوريا نفسه مصلحته منتخبه عاوز الستة بونت وملوش علاقة بأي حاجة تانية. تمام. وده وضحناها. اوكي. تمام ولا مش تمام؟ تمام. فأي حاجة هتمشي في هذا الاتجاه هو هيستبعدها، لأن هو يعني القصة بالنسبة له أنا عايز اللي يكسبني. عايز اللي يكسبني. تمام ولا مش تمام؟ ودي في حد ذاتها، دي في حد ذاتها. فموقف فتوح وصبحي هتبقى على المدى الطويل ضد فيتوريا.